حلقة جديدة من برنامج ألو ليما. ألو ليما ألو عبد الله، ليما نادين نسيب نجام تعرضت لحملة سخرية واعتداء، ومنلاحظ قبل كل مسلسل رمضاني لإلها بتبلش الحملات وكأنه بدهم يفشلوها، وتم مقارنتها بأنجلينا جولي بسبب بوستر مسلسلها الجديد 2024 كيف حاملة السلاح. بداية، هل تجوز هذه المقارنات ونحن بعدنا ما شفنا المسلسل؟ وليه نادين نجام دائما مستهدفة قبل رمضان؟ بداية أنا بحب بوجه تحية كبيرة لنادين ولكل اللي عم يسمعونا. بدي أقول إنه في كتير أشخاص بالمجتمع بسمون أعداء النجاح. هدول دايما بيحاولوا إنه يقللوا من قيمة عمل معين بيأديه إنسان ناجح. طبعا السبب ما بيرجع لنادين أو لأي ممثل آخر ناجح، هو عادة بيرجع للشخص نفسه اللي عم بيقلل من قيمة الأعمال اللي عم تؤدى من قبل هالأشخاص أو هالممثلين هولي. هيدا الشخص طبعا بيكون عنده نقص بشخصيته، بيكون إنسان للأسف فاشل بحياته أو بيعاني من مشاكل نفسية متنوعة ومتعددة، بشوف نجاح الآخر قدام عيونه وبحس بفشله. هلأ الشخص يلي عمل مثل مقارنة بالبوسترز هو شبه بأنجلينا جولي، يعني بمعناتها أنه هو راح على هوليوود. هون أنا وهيدي متداولة جدا عنا بالأوطان العربية لما منقول عقدة الخواجة. عقدة الخواجة هيدي دايما بيستخدموها العرب، بعض العرب، لحتى يقللوا من قيمة أشخاص معينين، بمعنى أنه لما عمل هالمقارنة هاي أنه كأنه هو قلل من قيمة نادين ليكبر أنجلينا جولي، أنه أنت عم توصلي لمستواها. أنا بدي أوجه كلمة للإنسان اللي عمل هالمقارنة، وبحب إنه يعلي السقف المعرفي تبعه ويحاول يشوف الأمور بطريقة مختلفة جدا. أنا بدي أقول له بدل ما تعمل المقارنة بالبوسترز، يا ريت تعمل المقارنة بالأوضاع بين البلدين، بمعنى نحن مش البلدين، أنا بقصد بالوطن العربي ككل وبهوليوود مكان ما عم بيصير في صناعة السينما. خلينا نشوف، خلينا نطلع على الاستقرار بهوليوود وبالوطن العربي. خلينا نشوف الاستقرار السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي وغيره، هل هو متشابه؟ طبعا غير متشابه. طبعا الوطن العربي عم بيعيش أزمات كتير صعبة وصعبة إنها تنحل. الممثلين والفنانين اللي موجودين هون عم بيعيشوا المأساة نفسها يلي نحن عم نعيشها، وعم بيعيشوا كمان حياة أصعب منا، لأنه عم بيحاولوا إنه يدخلوا لنا الفرح والسعادة على قلوبنا، عم بيحاولوا إنهم يسلونا بطرق كتيرة، عم يعكسوا أشياء كتير حلوة بالمجتمع ليخلونا نشوفها. خلينا نروح على هوليوود. هوليوود عندهم استقرار بكل المجالات، فأنت لما عملت المقارنة هاي شتانا بين اثنين، ما بنقدر نعمل هالمقارنة، ما بنقدر أبدا نعمل مقارنة. خليني أقول لك بنحكي عن هوليوود، البوستر عفوا، بنحكي عن البوستر وبخليك تكملي. أنجلينا نعم حاملة مسدسين ونادين حاملة مسدس بذات الطريقة اللي هو على هاي الاتجاه، بعتقد هيك ورافع المسدس. هيدا الطريقة انا ما راح التقليدية، انا ما راح يعني اعلق إذا بدك واقول من انه الناحية البوسترين بيشبهوا بعض من الناحية او في البصرية اقتباس من اي من ليما، من البوستر. الناحية البصرية إنه حتى انا راح اقول كلمة واحدة، لحظة بس راح ليما، من اقول الناحية البصرية بس بدي أوضح فكرتي. من الناحية البصرية ما في معالم تشابه إلا بطريقة حمل السلاح اللي هي الطريقة التقليدية لحمل السلاح بأفلام الأكشن. يعني هو مش شي حكر على أنجلينا، هيك بيحملوا السلاح فعلا. لا أنا ما راح
أقول إنه في تشابه أو اقتباس أو أي شيء، أنا ما راح أقول هيك، لأنه أنا لو أنا شفت في اقتباس راح أقول لك ما في اقتباس أبدا. ونادين مبدعة، والإنسان اللي بيقتبس وبياخد من الآخرين بيكون أقل إبداع، ما بيعرف ينتج، ما بيعرف يعطي، ما بيعرف يحكي، ما بيعرف يقول، ما بيعرف يعبر، لأنه كل شيء رح يعمل كوبي بيست كوبي بيست. نادين ما عندها الشخصية هيدي، وبعدين في اختلاف شاسع بيناتهم. خليني أنا آخد نادين وحطها بهوليوود وجيب أنجلينا جولي وتعيش بالمنطقة اللي عايشة فيها نادين، أوكي؟ وخلينا نشوف اثنين وكيف رح يحققوا النجاح. أنا رح أقول لك نادين بالرغم من الصعاب اللي شافتها بحياتها بكفي انفجار المرفأ، الله يرحم اللي توفوا، وإن شاء الله يا رب اللي انصابوا يكونوا هلأ بصحة وسلامة. كلنا اللي انصبنا شافته نفسيا. انفجار المرفأ وبفترة زمنية قصيرة قدرت ترجع تقوم وترجع تحافظ على توازنها، هيدا بحد ذاته she's a warrior, she's a fighter، بدي أقول طيب مقاتلة قوية. كيف فينا نحكم ليما على صورة ونحن بعد ما شفنا العمل؟ يعني حتى طريقة إصدار الحكم إنه في تشابه، طيب أنا بعد ما شفت المسلسل. هلا انت مرات بتاخد من البوستر وبتقدر ترسم صورة وبتقدر تفهم انه كيف رح تكون الاحداث وكيف رح يكون التمثيل وكيف هي. يعني انا من خلال البوستر انا شفت مرأة قوية متعرضة لكتير مشاكل وتعبانة، وبالرغم من كل هيك رافعة ايدها وماسكة مسدس وواقفة بقوة بالرغم من كل الصعاب. هيدي هي شخصيتها. رح اقول لك شو هالممثله هيدي ليش رح تبقى ناجحه على طول. في شيء اسمه authentic person، يعني الشخص يلي بيكون صادق. حقيقي، يلي ما بيتصنع، يلي دايما بتكون. ليش انا ذكرت الحادث اللي صار له؟ الحادث اللي صار له هو شخصيتها، مظبوط وقعت وانضرت وبس قدرت ترجع توقف مرة تانية وترجع تستعيد السايكل تبع حياتها ما كأنه صار ولا شيء. هي بطلة فحطها حقيقية. بهوليوود، هذا اللي بدي اقول لك اياه، حطها بهوليوود، هوليوود يلي فيها كل الملايين اللي الإغراءات بتنحط على المنديل. المسلسلات والأفلام، اللي عم يندفع الملايين لكل ممثل. إغراءات حياتية، مادية، نفسية، مهنية. في عم بقول كل يعني في أنواع فرق الإغراءات كبير، بهوليوود، معك حق. في فرق كبير، في فرق كبير كبير بين لما بتحكي عن هوليوود ولما بتحكي عن يعني ممثلين طيب بالوطن خلينا العربي. نحن قبل نحن بالدراما تاعتنا والسينما عم ننقل ثقافة، نعم هني لا، هني عم ينقلوا أشياء عالمية، أفكار عالمية. ما عندهم مثلنا نحن محصورين بفكر معين، بإنتاجية معينة، ما بنقدر نطلع من فكر معين، ما بنقدر مرات انه يعني نكون جريئين ببعض الادوار، واذا كنا جريئين راح يرجعونا مره ثانيه، هي ما بيصير تابو، هيدا ما بيصير. فنحن عندنا كثير ريستريكشنز، يعني في اشياء لا، في اشياء ايه ما لازم نعملها، لازم نعملها، فهيدي القصه. نعم اوكي ليما ليما هيدا التوقيت كمان، يعني لنطلع على عامل التوقيت. سبق وخبرتك بأول اللقاء إنه دايما قبل رمضان منحس في هجمة عم تزداد على نادين من عدة مصادر الهجم. وجهات. برأيك الهدف منه إحباط معنويتها أو خوفا من نجاحها، أو شو، كيف بتدرسي أو كيف بتحللي اللي عم بيصير؟ ليك انت لو بتطلع باوطاننا كتير نادر انك تلاقي الناس الناجحه صح، واللي بيكون لها مكانه كتير عاليه، ولما بيوصلوا للمكانات العاليه هيدي دايما
بيحاولوا انهم ينزلوهم لتحت، وبيعملوا شو، وحتى بتلاقي شركات الانتاج للاسف لانه بصير عنده ضوء قوي بيحاولوا انهم يشيلوه ويستبدلوه بشخص تاني بيكون اقل تكلفه لالهم، وافضل انه بيرجعوا بيدربوه على طريقتهم هن واقل لالهم انه ما بيدفعوا زياده. فالمشكله وين؟ المشكله نحن اعداء النجاح، عنا كتير بيكونوا أعداء للنجاح، ما بيحبوا يشوفوا الضوء الساطع قدامهم والحلو، ما عنا إياها ثقافة تشجيع الآخر على أنه يطلع وينتج ويكبر، عكس الغرب، الغرب بالعكس بيشجعوا بعض، بيعطوا بعض، بيحفزوا بعض، في عندهم الجوائز كيف بيعطوا بعض الجوائز، كيف حتى التقدير، الجوائز التكريمية اللي بتنعطالهم بقيمة. نحن لما بينعطى حدا جائزة شوف قد ايه دفع لأخدها، شوف شو عمل لأخدها، فدايما نحن عنا تقليل من شأن الناجح. بس أنا رح أقول لكل واحد ناجح إنه ما تسمع اللي بينقال لك، واللي بينقال لك هيدا لازم يكون حافز لإلك لحتى تعرف إنك ناجح. لو كنت عند الغرب رح تسمع العكس، برافو كمل طريقك، بس أنت بالوطن العربي رح يقولوا لك أيه شغلك ما منيح. حتى الصبح لما بتطلع بتكون ماشي بطريقك بصادفك حدا بيقول لك أيه ليه هيك وشك أصفر، ليه هيك شكلك مريض، بداية بيعطوك الإحباط، يي كبران، يي صاير بشعان، يي دايما عندهم السلبية. والشاطر والذكي اللي بياخد كلمة الكلمة السلبية هيدي وبيظبطها جوا نفسيته وبيبلورها وبيعملها حلوة وبتطلع إيجابية. جميل جدا الكلام. فكل كلمة، كل كلمة بتنقال مش حلوة وبتطعن وبتضايق وبتزعج اعتبروها حافز لإلكم، لأنه نحن مجتمعنا بيعطينا هالكلمات البشعة اللي بتحاول تنزلنا وتحبطنا. ليما، نادين نجام إلى سنوات على درب الاحتراف، يعني مش ممثلة بنت مبارح ولا ممثلة جديدة وبحاجة أن نختبر قدراتها، وبخلال هذه السنوات أثبتت احترافيتها وأثبتت أنها رقم صعب في مجال الدراما العربية ككل. لكن نادين دائما اللي بده يهاجمها بيركز على نقطتين. نقطة أنه لو ما كانت حلوة ما كانت نجحت، يعني بيحاولوا يشيلوا الموهبة والاجتهاد والكفاح تبعها وقد ايه تعبت، وهون قد ايه الإنسان بينقهر لما بينشال تعبه عجنب ولا كأنه في شيء. والنقطة الثانية أنه إف كيف كانت وكيف صارت، كمان بيتناول النقطة الجمالية أنه هلأ أقل قبل. ليه نادين هيك؟ يعني مش أول ممثلة حلوة بتصير ممثلة شاطرة، وشفنا كتير نماذج. ليه عيب تكون الممثلة حلوة؟ شوف، نحن عنا بيعتبروا، أنا قلت لك إياها قبل، بيقولوا شو دفعت لحتى وحصلت على الجائزة، وشو دفعت لحتى وصلت لهون، عندهم هيدا الفكر المريض. الجمال والموهبة هيدول إذا اجتمعوا بمرأة هيدي راح تكون شيء رائع، شيء إبداع. فتخيل نادين بجمالها، هي أنا قلت لك إياها قبل ما أقراها بالسوشيال ميديا مبارح، قلت لك نادين عندها شهادتين حلوين. الشهادة الأولى لما بتقوم الصبح بتطلع على حالها على المراية، هاي أول شهادة، وبتقول عن جد أنا حلوة. والشهادة الثانية لما بتشغل التلفزيون وبيطلع مسلسل من مسلسلاتها وبتطلع وبتقول فعلا أنا مبدعة. فهول اثنين، الجمال والموهبة اللي عندها، هيدول عاملينها مبدعة. أنا بتعرفني بطبيعتي، أنا صريحة، ما بلف ولا بقول حكي أنا مش واثقة منه. طبعا كرمال هيك بيتناولوا هودي الجانبين لمحاولة التقليل من شأنها، يعني طبعاً بيتناولوا وين طبعاً هي قوية طبعاً بجمالها وبموهبتها.
طبعا طبعا. انت بشو بيضربوك عادة؟ بيضربوك بالاشياء يلي انت بارز فيها ويلي انت مشهور فيها ويلي يلي مميز فيها، نعم هيدي اللي بتنضرب. يعني طبعا بالساحة الفنية في كتير ممثلات وممثلين أنا يعني بحترمهم وبقدرهم وبشوف إنه فعلا ممثلين قد المسؤولية، بس نحن اليوم عم نحكي على نادين لأنه صاير أمور معينة، نعم يعني مش إنه عم بخص نادين لأنه نادين مميزة، إنه هيدي كلهم مميزين طبعا طبعا ونادين مميزة كمان. هيدي الهجمات اللي صارت على نادين غير مقبولة، لكن شفنا نادين عم تتفاعل مع بعض التعليقات وعم بترد على الناس. كنت بتفضلي انها تتجاهل تماما هودي التعليقات او ترد بالطريقة اللي ردت فيها؟ والله أنا يعني بوجهة نظري أنا الإنسان لما بيكون بمستوى معين من النجاح كأنه هو ماشي وبريح قوي، أنا بفضل لما بيسمع أشياء وراء ما يلتفت لورا لأنه رح يتعب. بكفي أنت قدامك رياح قوية كتير وأنت نعم عم تمشي بقوة، فخليكي مكملة ما تتطلعي لورا، خليكي مكملة بس محل لا تزعل بنجاحاتك أو تنقهر، يعني بكل الأعمال المميزة اللي عم بتأديها، بس في ما نظرية بتقول تتطلعي إنه لورا. بحق لها تزعل أو تنقهر وتعبر مثلاً. أنا بنصحها إنه من وقت لتاني بتقدر تطلع بفيديو معين تحكي عن الأمور، تجمع الأمور السلبية اللي مرقت وتحكي بفيديو معين كأنها عم بتحدث العالم عن نقاط هيدي ما تخص الأشخاص، لأنه مجرد إنك أنت ترد على شخص معين هون عم تعمله ترند، هون عم تعمله قيمة، هون عم بتكبره، هون عم بتزاق هون سوري، يعني انت ما بدي اقول تظاهر حالة، لا اكيد لا، بس انه كأنه عم بتحط فعلا الشيء على نفسها وهي ما بتستاهل هالشيء. نعم فانا افضل انه لا ما تردي، كملي طريقك كملي طريقك، نحن بنتمنى هيدي التوفيق. النصيحة الاولى للكل كمان، لانه شوفوا اذا ما رديته رح يعرف كل واحد شو حجمه وشو هو، والكلام هيدا رح يرجع له لإله. نحن بنتمنى التوفيق لنادين نجام بمسلسل 2024 ولكل اللي عنده المسلسلات، ورح نغطيها ورح نتابعها ورح نحللها بحلقة كاملة قبل عرضها، رح نحلل الغلافات الترويجية أو الفيديوهات اللي صادرة من هودي المسلسلات. رح ننتقل لموضوع ميريام فارس ليما اللي منذ زواجها لم تظهر وجه زوجها، لدرجة انه البعض بيصيروا بيقولوا انه انت مين ماخده، يعني هيدي عبارة مهضومة بتنقال عنها. مع احترامنا ومحبتنا لميريام، شفناها اليوم منزلة فيديو لزوجها عم بيحط مانيكيور او طلاق الاظافر، وعم بيحطه بطريقة نوعا ما كأنه عم بيتعلم. هيدا الفيديو عرض ميريام لانتقادات وعرضنا إلنا لانتقادات لأنه نزلناه، علما أنه حقق أعلى نسبة مشاهدة بمجمل الفيديوهات ما بين امبارح واليوم. طيب إذا الجمهور شايفين هيك محتوى تافه، ليه نجح وليه حقق مشاهدات؟ هلا طبعا السوشيال ميديا هو مكان كل العالم بتشارك كل تقريبا حياتهم اليومية وبتنتشر حوالين السوشيال ميديا بأكملها وبيتداولوها العالم وفي منها بصير ترند. شو هي الأشياء اللي بتصير ترند؟ هي الأشياء اللي بتكون مش معتادة، بمعنى إنه مريم فارس مش معودتنا انه تظهر زوجها بالفيديو استعولة ولا منعرفه ولا تعرفنا عليه. طيب مجرد التصرف اللي عملته هو تصرف مبين وواضح لشي انه هي بدها تكسر نمطية معينة بالوطن العربي. النمطية هيدي شو؟ انه نحن عنا الرجل والمرأة، الرجل بيعمل أشياء معينة والمرأة بتعمل أشياء معينة، فهل هيدا العمل اللي عم يعمله جوزها عمل معتاد؟ هل هو لا عربيا لا يعني متعارف عليه؟ لا هل هيدا ممكن إنه
زوج أي وحدة يطلع ويعمل هالحركة هيدي؟ لأول طبعا لا. مرة هي شو عم زوج تعمل هون؟ مشهور عربية بيعملها. نعم ليما، ما سمعتك. عم بقول لي أول مرة زوج امرأة مشهورة عربية بيعملها. نعم ايه، بدها تكسر النمطية اللي هي نحن الستيريوتايب اللي بنمشي عليها اللي مستحيل ينعمل. مجرد انك يعني هيدي معناتها بلشت يعني ثقافات جديدة تدخل علينا عن طريق ناس بلشوا يدخلوا أكثر بأفكار جديدة وبأفكار إنه ما بقى في شيء اسمه مرة رجال، نحن كلياتنا نفس الشيء ونتصرف بنفس الشيء. فهيدي ثقافة جديدة دخلت علينا مريم فارس، وهن شو اللي عم بيصير؟ عم تنفرض علينا. هلأ هن ما بيعجبهم اللي صار، بس إذا دخلت كتير بيوت هلا بتلاقيهم عم يحكوا وعم يضحكوا وبقولوا معقول انا جوزي يعمل هيك ومعقول انت تعمل هيك، عم ببلشوا يتداولوها. اذا هلا بلشنا نطلع على انه ما في فرق بين مرة ورجال، ممكن انه الرجال يعمل هالشي المرة تعمل هيك عادي عنا. فهي مجرد انه كسر للصورة النمطية للرجل بالاوطان العربية. ليما اليوم نقال انه فيديو تافه، لكن مع هذه الصفة اللي اطلقها البعض، الفيديو حقق اعلى نسبة مشاهدة. شو اللي بيخلي اي قضية بالمجمل تكون تافهة بالنسبة للناس، وليه ما زال هي تافهة بيتابعوها وبيحضروها وبيشيروها وبيبعتوها للناس؟ ما في ازدواجية نوعا ما؟ هي مش ازدواجية، هي مسألة انه المنظر اللي انا شايفه انا ما بقدر اقبله على حالي، وما بقدر صدق انه في واحد رجال بيعمل هالشي. هيدا معقول جوزة عامل هيك؟ فانا مش رح اقبل الشي. فلما انا ما اقبل شي، نحن شعوب قلت لك قبل نحن عنا الحشرية ومنحب نعرف ليش هيك عمل وشو عمل هيك وشو الهدف منه. فنحن عنا كل هالتساؤلات هيدي، فمشان هيك بتصير ترند وبتمشي. هو مخالف للعادات والتقاليد الراسخة عنا. فبالنسبة لنا هيدا شيء غريب. لا، والموضوع اللي هيدا اللي أنا بيعملوه شفته. المتابعين الترند بجرونا نحن كإعلام لنتابعه، نحن كصحافة فنية تحديدا ما فينا نتجاهل هيك فيديو ترند، بس بذات لا الوقت نحن ما منحاول بنقدر، لا إيصال نحن ما رسالة. بنقدر نتجاهل، لا، إيه لأنه مثل ما قلتي، الصحافة شو دورة؟ إيه دورة تطلع. يعني هلأ أنا عم بتطلع بقول طيب شو الهدف من هالفيديو؟ الهدف من هالفيديو هو إنه شيل شيء اسمه عنصرية، إنه ما بقى أقول إنه الرجل أفضل من المرأة والمرأة أفضل من الرجل. وهيدا أنا طلعت فيه انه عم تتساوى الادوار، الدنيا عم تتغير، عم تدخل علينا عادات جديده، عم تدخل علينا افكار جديده. لازم نحن كصحفيين نحاول نأقلم العالم على الاشياء اللي عم تدخل علينا. فهل هي الامور هيدي رح تكون بناءه للمجتمع، او هل الامور هيدي رح تاثر على المجتمع وحتعمل مشاكل مع الوقت؟ فلازم نحن نحكي بهالموضوع. مثلا الموضوع هيدا لازم نحن نتوسع فيه أكثر ونشوف ما هو دور الرجل يعني كزوج، شو دوره بالأسرة؟ هل دوره هو يحط لها مانيكير؟ وشو دوره؟ وهل خلينا نحكي. وإذا حط لها المانيكير شو يعني؟ ايه هل هيدا يسيء إلى رجولته؟ برافو عليك. فنحن كصحفيين لازم نحكي عن دور الرجل كرجل ودور الامرأة. وهل الرجل إذا مارس أشياء غريبة بالنسبة لإلنا، هل هيدي رح تأثر على رجولته برافو وتأثر على صورته؟ برافو برافو فالموضوع اللي لازم يتداولوه الصحفيين هو هيدا الموضوع. ليما، أنا هلأ خطر على بالي أنتو نعم عم تحكي موضوع فيديو نعم شفته مرة لناتاليا ستريجنارد اللي عرفوها العرب باسم بربريتا بمسلسل امرأة في حياتي المكسيكي، زوجها الثاني مش زوجها الأولاني اللي مثل مع. المهم كان في فيديو لإله هو عم بمسح الأرض وعم بكنس، وهي نزلت الفيديو على حسابها
وشفنا تعليقات الفنزويليين والمكسيكيين اللي هن أمريكا الجنوبية، كلهم إشادي فيه، يعني كلهم عم بيرفعوا من مستواه بالتعليقات وعم بيشيدوا فيه. عم بتخيل إنه هيدا الفيديو إيه، يعني بس المقاربة اللي عملتها إنه طيب ما زيت الشيء، بس هون ما شفنا هالردود. مظبوط، هو يعتمد على ثقافة شعب وكيف بيفكر وكيف هن كيف بينظروا للمرأة، كيف بينظروا للرجل، شو صورة الرجل، شو صورة المرأة. فنحن يعني الصحفيين بالوطن العربي لازم يتناولوا هالمواضيع ويقولوا إنه الانفتاح والعمى موجودة، ولازم نحن نفهم إنه دور الرجال اختلف، دور المرأة اختلف، يعني بلشت الأدوار شوية تختلف عن قبل، لازم نتقبل، لازم نفهم. طيب يمكن إنه طريقة كيف عم بحطوا لها المانيكير، يمكن هيدي نوع من أنواع الدلع لمرته، يمكن إنه بده يدلعها. ليش نحن ناخدها كتقليل للرجولة؟ ليش ما انت ناخدها ليما كتحفيز للعلاقة احترمتي او الزوجية؟ لم تحترميه على اللي فعله؟ نعم انت كليما شفتي هيدا الفيديو، كيف نظرتي الى زوج مريم فارس؟ ايه، لقيته كيوت، يعني تصرف حلو، يعني رجل عم بيدلع مرته، هيك شفت انا. وهي بما انه يعني بالواجهة وهي يعني موجودة كفنانة، فطبيعي انه بيعرضوا اشياء، يعني بيعرضوا شو بيعملوا يومياتهم وهيك. فهيدي وحدة من الاشياء اللي عرضتها اللي كانت غريبة، وكانت بدها تقلهم للعالم نعم شوفوا جوزي كيف بيدلعني. ممكن انها تكون هيدي فكرتها. ونحن يعني كناس عم نشوف، يا ريت نتقبل الامور هيدي، يا ريت تكون تعليقاتنا ايجابيه، او ممكن تكون تساؤل انه هل ممكن رجل عربي يعمل هيك، بدل ما نسب ونقلل ونقول تافه. ودائما بكرر، ما في شيء بالدنيا تافه، كل شيء له هدف بالدنيا، كل شيء له هدف، حتى أتفه الأمور إلى هدف. فعلا. فيديو آخر لرامي عياش مع أبنائه، هو عم بيقول لهم عن علاقته المميزة بوالدته الراحلة، واللي اليوم أحيا ذكرى رحيلة، الذكرى العاشرة لرحيلة. كيف شفتي فيديو أب نجم عم بيحاطط أولاده اللي ما شافوا ستهم، قعدهم وقال لهم هيدي هي ستي، وصار يحكي قد إيه كافحت كرماله؟ نحن عنا بالوطن العربي الأسرة هي أهم شيء عنا. عنا العلاقات لازم تكون قوية جوا الأسرة. اللي عمله رام عياش شيء حلو كتير، جمع أولاده ليحكي لهم ويقول لهم عن والدته الله يرحمها. طب شو السبب؟ ليش؟ السبب هو كتير يعني بسيط، هو انه لحتى يقول لهم انه شوفوا كيف انا ربيتكم وامكم عم بتربيكم او عم نربيكم، هيك انا امي ربتني وهيك حبتني. فهو عم بحيطهم بهيدا، عم يعطيهم الحب هيدا حتى يضلهم حاملينه ودائما يتذكروا، لانه كل شيء بتتعلمه وكل شيء بينحكى لك عن اسرتك، عن الناس اللي حواليك، لما بيقولوا لك هالقصص بتضلها كل عمرك حاملة، ما بتنساها، بتضلها جواتك. فهيدي وحدة من الأشياء أو الأسس العربية الأصيلة، يلي بنحكي ستك قالت هيك، جدك قال هيك، وبضلوا الموروث. هيدا اللي بنقول عنه الموروث، يلي بضلوا بيمشي مع أجيالنا وبينمى جواتنا وبيكبر ولادنا وهن حاملينه وبيبقى جواتهم. مشان هيك نحن كتير صعب انه بتلاقي الاسره تتفرق، على طول منضل مع بعض، لانه منضل منذكر كيف اجدادنا وشو عملوا اجدادنا، والقصص حتى القصص اللي بنحكيها لاولادنا قصص فيها حب. هالاشياء هيدي تحديدا حلوه، هو وكان يعني حكى لهم عن امه، عن والدته وشو ايوه فهمت. عملت، بنى داخلهم شعور حلو.
تحديدا رامي ابن العادات والتقاليد والأصول، بنوجه له تحية من أشرف الناس مش بس بالوسط الفني. طبعا اكيد اكيد رامي اكيد بدي أقول لك شغلة. رامي بتذكر لما كان عنده ابنه أرام اللي هو أول طفل أنجبه، كان بيو هو بيهتم فيه وضل يهتم فيه لآخر لحظات عمره. بتذكر مرة نشر صورة هو عم يغسل له إجريه لوالده الله يرحمه، وموقف ابنه حده، ابنه عمره 4 أو 5 سنين عم بيطلع فيه ومستغرب انه ليه البابا هيك عم بيعمل، عم بيغسل اجره لجده وهيك. فكان عنده اصرار بوقت رامي انه ابنه يشوف هيدا المشهد. كيف انت بتفسري اللي عمله؟ شوف، هو عنده داخله هو تربى بطريقة حب قوي كتير، طريقة عاطفية كتير، وهو هيدي الطريقة العاطفية يلي تربى عليها وكبر وصارت من جواته كتير. فلما عنده ولاد ربى ولاده على نفس طريقته العاطفية، فهيدي العاطفة الكبيرة اللي جواته. هيدا بقدر أقول العربي، الشعور العربي الصح. نحن عرب ونحن طبيعتنا هيك، حتى نحن إذا شفنا الأجانب عم يعملوا هيك بنستغرب، لأنه هيدي من عاداتنا نحن. فرامي الله يحميه حامل هالعادة هيدي الحلوة وعم بيورثها لأولاده. مش أولاده عم لأولاده، بيشوفوا، عم يتعلموا، مش بس عم لأولاده، بيصير عندهم هيدي العاطفة الكبيرة جواتهم، يعني هيدا موروث أنا بعتبره. تبهي، وكمان يؤثر هو على الملايين المتابعين، يعني دائرة التأثير طبعا متسعة مش على ابنه، على الجمهور. هون لما الفنان طبعا بيلعب دوره صح. طبعا طبعا أكيد أكيد، يعني عم بيورجيك أهمية الأسرة، كيف لازم نحن نعتني فيهم، ما لازم نهملهم. يعني عم بيوجه الأطفال وعم بيوجه العالم على أمر كتير مهم، وخاصة المسن، يعني اللي هو بأمس الحاجة للرعاية أكيد. نعم ليما، موضوعنا الأخير لهيدي الحلقة له علاقة بقضية جدلية بامتياز، بدأت لما سرب فيديو لأمل حجازي، هي من بعد ما خلعت الحجاب وعم تغني أغنيتها القديمة الشهيرة جدا زمان. ونحن نزلنا الفيديو وطلعنا بحلقة سابقة من برنامج قالوا ليما وحكينا عن هيدا الفيديو، ومن بعد ما نزلنا مقطع من الحلقة صار في انقسام كبير بالرأي العام عنا على الصفحة، بين متقبل لحرية أمل الشخصية وبين معارض. لكن الأهم كان هيدا الجدال العميق حول الحجاب بحد ذاته، هل هو فرض ديني غير فرض ديني، وفاته لمواضيع دينية حساسة جدا نحن ما كنا حابين نغوص فيها. ليه تناولوا المادة بهيدي الطريقة، علما أنه نحن حبينا نكرس مبدأ الحريات، يعني مبدأ أنه كل واحد لازم يحترم حرية الآخر وكيف ممكن يعيش حياته. هلا انا بدي اتناول الموضوع من البدايه، وبما انه هيدا موضوع بخص الحجاب وما الحجاب، خليني اوجه لهم لكل الاشخاص اللي تفضلي. كتبوا ردود ما كانت كتير حلوه. بدي اقول لهم انه المصحف اساسا هو قائم على العلم، والدليل القاطع على انه اول كلمه وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمه اقرأ. هلأ هو مختلف عن الرسل الباقيين، واللي كانت عبارة كان الكتب عبارة عن أحكام، بمعنى أنه ما تسرق وما تزني وما تعمل، كانت تتركز على الأخلاق. أما المصحف متركز على العلم زائد الأخلاق. شو السبب؟ السبب هو أنه الإنسان البدائي من قبل 20 أو 30 ألف سنة كان عقله مايل أكثر للتشخيص أكثر من التجريد، مشان هيك كانوا يعبدوا الشمس والقمر والنجوم والأصنام وكل هالأشياء، لأنه كانت كل هالأمور هيدي مشخصة قدامهم، وكانوا هني لأنه ما عندهم سقف معرفة. فهيدي لما أجت الدعوة المحمدية الإنسان ميل أكثر للتجريد. فشو يعني؟
ما بقى يشوف الأشياء مشخصة قدامه لحتى يؤمن فيها. التجريد هو لما بيستخدم عقله الإنسان وبيستخدم السقف المعرفي تبعه. هاي رسالة لكل اللي كتبوا أشياء تافهة، لازم هن يروحوا للسقف المعرفي ويقروا ويفهموا لحتى يوصلوا للنتائج الصح. مثل ما قلت أنا، رب العالمين أول كلمة قالها اقرأ، صح؟ عبد الله، مش هيدي أول كلمة؟ صحيح. طيب هن كتير مكبرين غطاء الرأس أو الحجاب. سؤالي، ليش رب العالمين لم يخاطب النبي بكلمات غير اقرأ؟ ليش ما قال البس، أعطي، حج، صوم؟ ليش قال اقرأ؟ هيدا أكبر دليل على أنه لما أنتوا بتكون تخوضوا نقاش وجدال، خذوا بكلمة اقرأ بالمعرفة والعلم. هل لطف الحجاب أو خلع الحجاب رح يحل القضايا العالقة والشائكة؟ طبعاً. لا، اللي رح يحل القضايا العالقة والشائكة هي كلمة اقرأ. طبعاً رب العالمين قالنا استروا العورات، بس وذكر لنا لباس التقوى، لباس التقوى ذكره. وأنا قلت كلمة إنه هو قطعة القماش ما عجبتهم. قطعة القماش، إحنا منلبس قماش، نحن نلبس قطع من القماش، هذا لا يقلل من قيمة الشيء، بالعكس. بس فعلا، اللي بيكبر الشيء هي اقرأ المعرفة. واحدة من الردود اللي صدمتني فعلا، واحد قايل ما في حرية شخصية في الإسلام، طيب، وواحد تاني قال الحرية هي خربت الحياة أو شيء هيك، ما بتذكر مظبوط. وأنا رح رد عليكم وقلكم، لو ما كان في حرية لكان رب العالمين خاطبنا وقالنا يا عبيدي. بس هو لما خاطبنا، خاطبنا بكلمة يا عبادي. خليني أفهمكم شو الفرق بين الكلمتين. العبد هو الشخص المستلب الإرادة، اللي ما بيقدر يقول إيه ولا لا، غصب عنا أنت مش حر. رب العالمين خاطبنا العباد. العباد شو يعني؟ هو اللي بيطيع الله بمحض إرادته وبيعصي بمحض إرادته، هو حر. إذن رب العالمين يخاطبنا يا عبادي، معناها عطانا الحرية وحرية الاختيار. طب إذا رب العالمين خيرنا، أنتوا كيف عم تسلبوا حريتنا منا؟ كيف يعني الإنسان ما عنده حرية؟ أنا بتوقع أن هني فاهمين الحرية شورت وتزليط والأشياء الفواحش اللي عم بيشوفوها. لا، الحرية هي أنك تقرر، وقرارك في مسؤولية وفي أخلاق. وهيدي هي رسالتي للكل، وبتمنى التعليقات تكون تعليقات محترمة، لأنه أنا ما بقبل أي تعليق مش محترم. طبعا، ويمثلكم أنتوا أولاد عيال المفروض. شكرا كتير لك ليما على هيدي الحلقة من برنامج ألو ليما، وشكرا لجميع المشاهدين على متابعتنا الدائمة. ما تنسوا تتصفحوا موقعنا الإلكتروني www.kolismag.com. إلى اللقاء. كوليس مع بعد المشهد.